ممكن تشوف خناقه بين اتنين لعيبه، واحد بيضرب التاني، بيزقه، بيشده، يقلعه هدومه حتى، انما يعضه، ده مش هتلاقيه الا مع لعيب واحد وهو الاورجوان لويس سواريز، نجم نادي برشلونه الاسباني والمشهور بلقب العضات. سواريز اللي معروف عنه انه واحد من اكتر لعيبه كره القدم غرابه وجنونا، بدات جنونته بدري وفي اول نادي يلعب في كره القدم بشكل احترافي وهو نادي ناسيونال الاورجوان. سواريز نطح حكم وهو عنده 16 سنه لمجرد انه ما عجبوش انه حسب عليه فاول، واتطرد طبعا بعدها وقفش في نفس السنه مدربه سكران في ملهى ليلي وهدده انه مش هيلمس الكره تاني الا لما يحترم نفسه ويركز في كورته. انتقل سواريز من نادي ناسيونال بعد ما كسبهم الدوري الاورجواياني وهو عنده 18 سنه لنادي جرونجن الهولندي، بعد ما اكتشفوا كشافين النادي الهولندي وهم بيتابعوا زميله في الفرقه بالصدفه. سواريز رفع قضيه على نادي جرونجن الهولندي اللي صبروا عليه سنه كامله لا بيتكلم انجليزي ولا بيتكلم هولندي لمجرد ان هم رفضوا عرض جاي له من نادي اياكس الهولندي قيمته 3.5 مليون يورو. طبعا المحكمه رفضت قضيه سواريز وفي نفس اليوم زود اياكس عرضه من 3.5 ل 7.5 مليون، فوافق جرونجن على بيع مهاجم. قضى سواريز مع اياكس 3.5 مواسم كان فيهم بدايته الحقيقيه في مشوار العض، بعد ما عض عثمان بكال لاعب نادي بي اس في ايندهوفن في كتفه، وقتها عاقبه الاتحاد الهولندي بالايقاف لمده 7 ماتشات وغرامه ماليه، ووصفته الصحف الهولنديه بلقب اكل لحوم البشر. سواريز اعتذر بفيديو على صفحته على فيسبوك واعلن ندمه واعتذاره للكل بعد اللي عمله. بعدها في يناير 2011 انتقل سواريز للعب في صفوف نادي ليفربول مقابل 23 مليون يورو عشان يبدا مسيره جديده من الشغب والمشاكل، بعد ما وجه كلمات عنصريه للاعب نادي مانشستر يونايتد باتريس إفرا في مواجهه الفريقين، وده ادى طبعا وقتها ان الاتحاد الانجليزي وقفه لمده 8 ماتشات وغرامه 40,000 يورو. وفي الماتش اللي بعديها بين ليفربول ومانشستر يونايتد رفض سواريز فكره حتى انه يمد ايده ويسلم على باتريس إفرا. وفي ابريل 2013 رجعت ريم على عادتها القديمه وعض سواريز برانيسلاف ايفانوفيتش في لقاء في البريمير ليج ما بين تشيلسي وليفربول، العضه اللي استفزت وقتها رئيس وزراء بريطانيا اللي طالب بتوقيع عقوبه شديده جدا على لويس سواريز، وفعلا استجاب الاتحاد الانجليزي ووقف سواريز 10 ماتشات كاملين. طلع بعد كده سواريز واعتذر للمره الثانيه عن اللي عمله، لكن ايفانوفيتش رفض تماما اي اعتذار من سواريز. وفي يوليو 2014 انتقل سواريز من ليفربول الى نادي برشلونه الاسباني في صفقه ضخمه جدا قيمتها 82 مليون يورو، لكن سواريز اتمنع من مجرد حتى تدريب مع برشلونه. ليه؟ عشان المره دي العضه الثالثه كانت من نصيب جورجو كيليني في لقاء ايطاليا والاورجواي في كاس العالم 2014 في البرازيل، عشان يوقفوا الفيفا لمده 4 شهور من ممارسه اي نشاط يتعلق بكره القدم حتى مجرد انه يحضر ماتش في الاستاد. كيليني علق على الواقعه وقال ان عضه سواريز كانت زي بوسه من صاحبتي. مارادونا ساند سواريز بعد عقوبه الفيفا وقال انه كان من الاسهل ان هم يحطوا كلبشات في ايده ويرموه في معتقل جوانتانامو. السؤال بقى، هل تاب العضان عن افعاله بعد ما ذبحوا الفيفا في 2014، ولا لسه هنشوف ضحيه جديده بعد اوتمن وكليني وايفانوفيتش؟